بينا ومشاهدي قناة الموسيقى الفضائية، كل عام وأنتم بخير. اليوم هنا موجودين في منطقة السدير، مدينة ألعاب السدير السياحية، فيها مجموعة كبيرة جدا من العوائل الموصلية اللي جايين حتى يحتفلون في هذا العيد المميز. هلا بالعيد من هالعالي أنا، وهلا بالناس المعايدين، ينعاد بالحب وعيد المبارك ويسعد قلبهم. ينعاد بالحب، هلا بالعيد من هالعالي أنا، وهلا بالناس المعايدين. شلون أجواء الموصل؟ حلوة؟ حلوة حيل ما شاء الله، طيبة وزينة، وأهلنا استقبلونا بخوش استقبال. أكيد هي منطقتكم الثانية وديرتكم. هي منطقتنا، والله احنا من الشرقاط، هي محافظتنا. واليوم جيتوا يعني أونس الأطفال بالأجواء العائلية، الأجواء مدينة ألعاب. نعم. تونسوا فيها. زين خالي، العيد قبل احلى لو هسه؟ هسه احلى. هسه احلى. اي هسه. اول مره وحدي تقول لي انه العيد هسه احلى، ليش؟ طيب. قبل اشنو؟ ما كان عندكم اماكن سياحيه؟ ما كان عندكم هاي التفاصيل؟ اكو بس قليل، ما ثلاث ساعه، اكثر ساعه. شلون اجواء العيد؟ والله ما شاء الله عال العال، ناس بتونسوا فرحانه والله، احنا جايين طبعا من صلاح الدين، طريقنا ساعتين ونص. حياكم الله. شارك الناس الفرحه بهذا العيد، ما شاء الله الاجواء حل حلو. اها، قل لي التغيير مال العيد شلون كانت معك؟ هو قيمه قلت ليش؟ بس خل اشتهيت الكيلو والله. والله يمكن 26 27. يابا انت مش نصك وناس اشتغلتوا ب 40,000. ايه لا لا 27. بس تلوق الهيبه لك وتقلدك هاي البشر. وبس مشيتك ويضحكتك تنعزف ويا الموت.